اللقاء التحضيري اليوم للوضع سياسات عمومية للإعلام هو ما ينقص قطاع الإعلام في تونس، لأنه من 2011 لليوم قطاع الإعلام في تونس يمشي دون أي استراتيجية، دون أي رؤية، دون أي وضوح، وخاصة دون أي يعني سياسة عامة تحدد ملامحه. سياسة عامة اللي هي شنية في العتية، هي في النهاية هي جملة من التصورات تتعلق بالتدريب، تتعلق بالتكوين، تتعلق بالإشهار، تتعلق بالسونداج دوبينيون هذوما، تتعلق بوضع المهنة في حد ذاتها، تتعلق بدعم صحافة الجودة، تتعلق أيضا بأنه إصلاح الإعلام العمومي وحوكمة الإعلام العمومي. الهيئات التعديلية، هيئة الاتصال السامي البصري ومجلس الصحافة أيضا، يتعلق زادة بما نسميه احنا بدعم التشريعات والقوانين. احنا لليوم مازال نخدم بمراسيم من 2011 ل 115 ل 116. يعني هذا الكل كي يتحط مع بعضه في تصور واضح نسموه بكل بساطه هو سياسه عموميه تلتزم بها الدوله يعني بمؤسساتها، الحكومه والبرلمان والرئاسه والادارات والهيئات، وايضا المجتمع المدني بالنقابات وهياكل مهنيه متعلقه بقطاع الاعلام، الكل من اجل وضع سياسه عموميه معناتها تطور قطاع الاعلام، وخاصه تحدد الخطوط العريضه لهذا القطاع وتجد حلول للمشاكل التي يعيشها القطاع في تونس. من بعد الثوره طبعا جت حرية الصحافة وحرية الإعلام، لكن ما فماش نظرة عامة حول تنظيم المشهد ككل، يعني صحافة مكتوبة، صحافة سمعية وبصرية إلى غير ذلك. من حسن الحظ أنه تخلقت هيئة تعديلية لإعلام السمعي البصري، لكن تبقى ما زلنا ننتظر في إطار قانوني وتشريعي جديد يعني يأخذ مكانة المرسوم 116 والمرسوم 115. لا يمكن أن نطالب بجودة الإعلام وجودة الصحافة بدون توفير الظروف اللازمة، بدون ضمان حقوق الصحفي والصحفية، بدون يعني مناخ عام يوفر الشروط اللازمة للإعلام المتميز. ويجب أن يكون أو يواكب الإعلام التقليدي التطورات التكنولوجية، يلزم تكون سياسة عمومية واضحة ودائمة لدعم الإعلام ولتطويره. اليوم ولات الدولة مطالبة طبعا بالسهر على توفير كل الظروف للإعلام ليقوم بدوره ويكون هو قاطرة للتقدم وللتطور ولتأسيس الدولة الديمقراطية. المسؤولية ليست مسؤولية شخص فقط أو جهة فقط، هي مسؤولية مشتركة فيما بين الكل. لذلك هذه الندوة هي هامة جدا، لأنه السياسة العمومية للإعلام لا تعني فقط المجال العمومي فقط، وإنما تعني كافة المشهد الإعلامي الذي يمكن أن يوصلنا إلى صحافة جودة. طبعا أن يكرس حرية التعبير، أن يكرس حرية الناس في الوصول إلى المعلومة، لكن أيضا صحافة جودة تقدم الكثير في مشهد إعلامي يناقش فيه الشأن العام أكثر من أي وقت مضى. لم نرى هذا الكم من مناقشة الشأن العام قبلا أو حتى في تجارب مقارنة كما يتم اليوم في المشهد الإعلامي. السياسات العمومية نورمالمون تضعها الدولة بمؤسساتها، هي اللي تضع سياسة عمومية، ولكن شفنا كما قلنا من 2011 اليوم الدولة تتعامل مع الإعلام بمنطق فقط السيطرة والتدجين والتعيينات تكهو. هذا هو، فأحنا من مسؤوليتنا في نقابة الصحفيين وشركائنا في الهيكاء أنه نتناول الموضوع هذا ونخرج برؤى واضحة في علاقة بالسياسة العمومية للإعلام، وسياسة واضحة تكون موجودة ومنها نمشيوا للدولة ونقول لها أنه راهو هذا اللي لازم يصير ونتفاوضوا. يعني مش نقول لها يتفضل، لا نتفاوضوا ونقولوا أنه الوضع والقطاع في تونس لا يحتمل أنه ما تكونش فيه سياسة عمومية، باش نعيشوا متكوارث كبيرة تتعلق في المؤسسات، تتعلق بوضع الصحفيين، تتعلق بانتشار صحافة البذاءة، لأنه احنا في سياسة عمومية ندعم صحافة الجودة، لكن اللي صار اليوم هو صحافة البذاءة وصحافة ما يسمى بالتليبوبيل. يعني هذا الكل احنا تحملنا مسؤوليتنا فيه، نخرجوا منه بسياسة واضحة، وعلى الدولة ايضا انها تتحمل مسؤوليتها، واحنا باش نحاولوا نتواصلوا ونفرضوا على الدولة انها تتبنى وتضع سياسة عمومية للإعلام.